في أول أسبوع اشتغلت في مستشفى أوتوا العام، أوتوا جنرال هوسبيتال. حاجة غريبة شوية حصلت، كنت كل واحد في القسم يعني كان يلبس بالطو أبيض فوق الهدوم عشان نظافة طبعا، والبالطو مكتوب عليه اسم الشخص والقسم اللي هو فيه وكل حاجة. بعدين في يوم تقريبا بعد أسبوع ما اشتغلت بدأت الشغل، كان الشمس طلع، كان برد شوية بس الشمس طلع، وكان الوقت الراحة ساعة اللانش تايم. فوقفت برا قدام باب المستشفى، مدخل باب المستشفى، عشان أشم الهواء أخد شمس شوية. فجات قدامي واحدة ست يابانية لابسة اللبس الياباني المعروف اسمه كيمونو، شكله حلو جدا بس شكلها زي اللي كانوا بيطلعوا في الأفلام زمان. وقربت مني شافتني أنا اللي كنت واقف لوحدي يعني، فقالت لي بالإنجليزي husband passed away. ترجمة الحرفية للكلام ده husband passed away يعني جوزي مات، لأن كلمة pass يعني بيعدي، لما يحط عليها away يعني راح بعيد يعني مات، باللهجة الدارجة في كندا وأمريكا كمان. فصوبت عليا وقلت لها معلش، وبحاول أسديها يعني، أقول لها ربنا معاكي وكلام كلام اللي بتقال يعني، وانت لسه صغيرة وحياتك طويلة وهتكوني كويسة. فقالت لي where husband، خلي بالكم ما بتقولش الفعل يعني، بترجم حرفيا من اللغة بتاعتها اليابانية الظاهر where husband. فقلت لها لازم في المشرحة في الدور السادس في الأموات بيحطوهم فوق. فبدأت تعيط جامد وتقول لي died، ولها معلش ما هو كل الناس بيموت وهولاي مش عارف، بس أنا مستعجل بقى عاوز أرجع المكتب بتاعي. فقلت لها أوريكي طب فين الدور السادس عشان تروحي لو عاوزة تشوفي جوزك يعني. فضلت ماسكة فيا وتعيط، ففضلت ماشي وهي بتجر في البلط الأبيض بتاعه وبتعيط. وبعدين لسه قبل ما نوصل عند الأسانسير اللي بيطلع الدور السادس في الجناح ده اللي هو فيه المشرحة يعني، هي مشرحة جوه المستشفى بس هي يعني عشان بيتعلموا فيها كمان اللي بيعملوا التخصص في الطب الشرعي الكورونرز يعني. فلسه قبل ما تدخل الأسانسير جه واحد من بعيد بيجري، شافها وجاي بيجري بشكله ياباني كمان، وقعد يتكلم معاها بالياباني شوية. وبعدين بص لي قال لي وإيه اللي حصل؟ قلت له ما فيش حاجة حصلت، أنا بقولها تروح فين عشان تشوف جوزها. قال لي ده مسكين، ده كان جاي بس النهاردة عشان يعمل شوية تحاليل دم وحاجات، والظهر بقى مات فجأة. قلت له يمكن يكون يعني هارت أتاك، يمكن قالوا قلبه وقف يعني سكتة قلبية. قعد يترجم لها بالياباني سكتة قلبية، وقال لي هو بيشتغل مع جوزها ويعرفها يعني ويعرفهم، بس الإنجليزي بتاعها ضعيف شوية. فهو يقول لها هو لازم سكتة قلبية، وهي تعيط زيادة وتشد البلط وتعيط، وأنا عاوز أمشي. يقول لهم بس أنا مستعجل عاوز أرجع الشغل بتاعي. فقال لي بس هي عاوزين نعرف منك بس هو مات إزاي. قلت له أنا أعرف منين؟ قلت له السنة هي اللي قالت لي إن هو اللي مات. فقعد يكلمها بالياباني ترجم لها. فبعدين هو بص لي قال لي ده هي بتقول إن أنت اللي قلت لها إنه مات. قلت له لا، هي قالت لي husband passed away. فقعد يترجم لها تاني ويكلمها تاني بالياباني. وبعدين قال لي لا، ده هي كانت شافتك، بتحسبك أنت يعني المسؤول في المستشفى، شافتك أول ما وصلت فبتسألك إنه يعني شفته بيعدي قدامك يعني هو فين. فكان الظاهر تقول did you see him pass by. فما قالتش كلمة did، الفعل did يعني، و by. فقلت له لا، هي قالت passed away. قال لي ما هي ما كانتش تعرف. قلت لها ما
قلت له انا ما نعرف منين بقى، ما قلت انه مات. فقال لي لا هي قصدها تسالك يعني انت شفته بيعدي قدامك ولا في حته انت عشان توصل له. فقلت له لا ما انا ما اعرفوش الحقيقه. قال لي طب نعمل ايه؟ قلت له ما اعرفش، انا ادوروا عليه روحوا اسالوا في الاستعلامات عليه ما اعرفش. ولسه بنتكلم وجوزها كان واقف جاي الناحيه التانية شافها وجاي يجري عليها. انا شفته جاي، انا قلت بقى كفايه. الست بقى فرحت مره واحده عشان جوزها رجع للحياه تاني الظاهر، فاتبسطت من كده. فالحكايه دي يعني مش غلطتي انا في اللغه، هي غلطه في اللغه ليها، او اي حد لسه بيتعلم برضه انجليزي في الاول وبيتكلم انجليزي ضعيف الافعال بتلخبط كثيره زي ما حصل لي انا وانا في مونتريال اول ما جيت في المستشفى. كان الواجبات بتاعتي كثيره، كان الاجهزه الطبيه كلها من قبل ما يشتروها لازم ابص عليها، ابص على الكتالوجات واعرف ايه اللي هيشتروه واحدد ايه بالظبط اللي ممكن ينفع المستشفى او ما ينفعش المستشفى. وبعدين لما توصل الاجهزه لازم اعمل incoming inspection، اتاكد ان هي المواصفات بتاعتها مظبوطه، وبعدين ابدا اعلم الجراحين والدكاتره اللي يستعملوها وأقول لهم الطريقة الصح عشان ما تحصلش مشاكل ولا حاجة. وبعدين ناحية الصيانة كمان، أي جهاز بيخسر لازم أنا والناس اللي بيشتغلوا في القسم نخلي بالنا هيحصلوا صيانة في المستشفى ولا يتباعد لبرا، يعني القرارات دي كلها بتتعمل كانت. وبعدين الطوارئ كمان، أي جهاز طبي يخسر ساعة ما يكون بيستعمل على مريض، فكان يكلموني في ساعتها جوه المستشفى ولازم أروح بسرعة عشان أشوف يتحل المشكلة، بالذات في أوضة العمليات أو كذا أوضة عمليات، يعني يكونوا بيستعملوا جهاز زي أجهزة اللي أنا تخصصت فيها، أجهزة الأجهزة الطبية اللي بتشتغل بالكهرباء اسمها إلكترو ميديكال ديفايسز، وتخصص جوه ده كمان إلكترو سيرجيكال ديفايسز، الأجهزة اللي بتشتغل بالكهرباء الطبية بتشتغل بالكهرباء عشان عمليات الجراحة، بدل ما يفتحوا جرح كبير عشان كان زمان مشرط يفتحوا وبعدين يبصوا جوه ويعملوا عملية، الأجهزة دي يعملوا خرم صغير بس كان، ويدخلوا جوه الخرم ده بيدخلوا حاجة اسمها فايبر أوبتيك عشان، وزي كاميرا صغيرة عشان يشوفوا بالظبط ايه اللي حصل جوه، ويعملوا عملية يدخلوا جزء من الجهاز رفيع جدا، يا اما بيقطعوا حاجة او يلحموا حاجة، يعني يعملوا كل حاجة والكاميرا من بره بيشوفوا اللي حاصل. الميزة في كده ايه؟ انه جرح او الفتحة صغيرة جدا، بدل ما يكون فتحة كبيرة ويقعد دم ينزل كتير ويحصل ممكن انفكشن وعدوى وفترة طويلة عشان العيان يخف، العيان بيخف اسرع، الفتحة صغيرة وبكون فيها دقة كمان عشان شايفين بالظبط فين بيعملوا الحاجات دي، اسمه الكتروسيرجي. فكنت بحس وانا في شغلي، أولا كنت بحب شغلي كتير، كمان بحس إنه ليا فايدة شوية، ما يحصل حاجة بكون هناك في ساعتها وكن أشوف عيان موجود مريض ما بيعملون عملية، اللي بعمله في الجهاز بيصحي الجهاز تاني بيفوق الدنيا، كأني حليت حاجة، فبكون مبسوط من كده. العمارة اللي سكنت فيها أول ما جيت في أوتوا على شارع اسمه بوتلر، متفرع من شارع ساسكس اللي هو من أهم الشوارع في أوتوا. الشارع ده اللي سكن فيه سكن رئيس الوزراء وسكن الحاكم العام جوفرنر جنرال اللي هو بيمثل ملكة بريطانيا، لأن كندا تبع زي ما قلت بكده تبع بريطانيا، الملكة هي ملكة كندا كمان، فبيكون بدلها موجود حد في كندا هو بيمثلها بالضبط اسمه الحاكم العام، لكن السلطة السياسية كلها مع رئيس الوزراء. الحاكم العام ده بس يكون منظره منظر بس في استقبال الزوار الملوك والرؤساء، وليهم طبعا أهمية تانية في حاجات تانية، ساعة الدستور، ساعة الحكومة تتحل ولا تتحلش، ليهم قرارات مهمة بيعملوها، بس الحاجات اليومية السياسية رئيس الوزراء بيعملها. أنا ما فهمش كتير في السياسة، فكنت ساكن في العمارة دي في الدور الـ12. العمارة دي كان قريبة جدا أو تقريبا قدام المستشفى اللي بشتغل فيها، مستشفى أوتوا جنرال هوسبيتال،
وبعيدة تقريبا بحوالي 5 دقائق مشي من وزارة الخارجية، برضو وزارة الخارجية على ساسكس درايف، على شارع ساسكس ده. فنص سكان العمارة تقريبا كانوا بيشتغلوا في المستشفى، النص التاني كانوا بيشتغلوا في وزارة الخارجية عشان ما يسوقوش يعني، يمشوا على الرجلين يوصلوا شغلهم بسرعة. فكان لي أصحاب كتير من الـ من الـ من الاتنين. في الوقت ده ما كانش فيه إيميل ولا إنترنت زي ما هو موجود الأيام دي، فكانت المراسلات كلها بخط الإيد بالجوابات. فالجوابات كانت مهمة بالنسبة لي جدا، لأن الحنين لمصر كان قوي جدا، قوي بشكل مش معقول طبعا. وكان وصول جواب من بابا وماما وإخواتي أو أصحابي بالنسبة لي بيمثل حاجة كبيرة جدا، فكنت دايما بستناه. وكمان كنت براسل أم كلثوم والأستاذ أحمد رامي والدكتورة نعمات أحمد فؤاد، كل دول أعرفهم من أيام جامعة أم كلثوم في هندسة عين شمس. طبعا كنت بحضر حفلات أم كلثوم، ودي قصة طويلة اتكلمت فيها قبل كده وأتكلم فيها تاني بعدين. هي كانت بترد على كل جواب. أنا فاكر حتى أول كارت بوستال بعته لها لما كنت في كندا، وكتبت فيه، كنت دايما بستعمل وأنا بكتب لها أبيات شعر هي نفسها غنتها، بس بتعبر عن حالتي أنا في الوقت اللي بكتب فيه الكارت ده أو الجواب ده. فأنا فاكر مرة أو أول كارت فاكره كتبت فيه بيت الشعر ده: ولا حملت نفس هوى لبلادها كنفسي في فعلي وفي نفساتي. وفي جواب تاني كتبت فيه بيت الشعر اللي أنا قلته دلوقتي ده، اللي كتب اللي عمله الشاعر أحمد شوقي وهي ولحنه رياض الصنباطي، من أجمل أغاني أم كلثوم طبعا. وفي كارت تاني أو جواب تاني كتبت لها فيه: وحنيني لك يكوي أضلعي والتواني جمرات في دمي. ده طبعا من الأطلال، شارع دكتور إبراهيم ناجي وألحان رياض الصنباطي. فمرة كان الأستاذ أحمد رامي بعد كده بعدها فترة كان قال لي إن هو كان بيتكلم معها مرة، ظهر بالتليفون مش فاكر بالظبط، وحس إن صوتها حزين. هو كان يعرفها كويس فكان يقدر يعرف إذا كان صوتها فرحان أو لا. فقالت له إن هي زعلانة، اللي هي كانت بتقوله على الجوابات اللي بتوصلها دي أو الكروت من يعني. وقالت له إنها حاسة تقريبا بالذنب شوية، إنها شجعتني إني أقعد في كندا وهاجر لكندا أو ما شابه ذلك. فهو كان بيقول لها ما تزعليش يعني، هو كمان قال لها إنه أنا ابني كمان توحيد كان هاجر أو سافر أمريكا عشان مش فاكر والله يدرس أو يشتغل أو حاجة في نفس الوقت، فكان طبعا حنينه ليه كبير. فالوقت لما فكر في الكلام ده، اتنين شخصيتين من أكبر شخصيات في تاريخ مصر وفي تاريخ العالم العربي يفكروا فيا أنا، ولو حتى ثواني بسيطة، كان ليها يعني حظ كبير، حظ كبير ليا أنا يعني، وشرف كبير ليا طبعا. وكان الأستاذ أحمد رامي في حنان كبير، حنان أبوي غير معقول يعني مع الناس كلها مش أنا بس. فكان دايما يرد على جواباتي ويكتب لي، وكان يفرح بالجوابات، وبدي جوابه هو مثل يعني، عندي جوابات منه كثيرة. فالجواب ده يتكلم فيه كأني واحد من أسرته، فده حاجة تشرفني وتسعدني وتخلي قلبي يبقى فرحان باستمرار. الله يرحمه. المستشفى بقى أوتو جنرال هوسبيتال اللي أنا كنت بشتغل فيها دي، اللي أسسها سنة 1845 راهبات. كان أيامها حتى كندا كانت لسه ما بقتش دولة يعني، هي كندا بقت دولة سنة 1867، لكن 1845 كان في راهبات اسمهم راهبات الرمادي، جري نونز، وظن غيروا اسمهم بعد كده، بقى سموا نفسهم سيسترز اوف تشاريتي، اخوات الشاريتي الخير يعني. ف
فدول كانوا، وكانت الرئيسة بتاعتهم اسمها بروير، إليزابيث بروير، كانت راهبة متدينة وعملية جدا. فكان أيامها بيبنوا في السنة دي 1945 بيتفحر قناة اسمها ريدو كانال عشان تطلع من أوتوا ريفر، قناة طويلة. فكان العمال بيتعبوا فيها وبيعيوا، ما كانش فيه مستشفى ساعتها، فهي عملت دي زي عيادة بسيطة لمت هي الراهبات التانيين، وقعدوا يدرسوا التمريض عشان يعالجوا مجانا كمان، يعالجوا العمال اللي بيتعوروا ساعة الحفر وبيمرضوا. وبعدين بعد كده اتكونت بقت مستشفى أوتوا العام. لكن فضلوا لغاية أنا ما كنت بشتغل فيها، اللي بيشتغلوا فيها معظمهم أو كلهم تقريبا راهبات، لكن بيعملوا شغل تمريض في نفس الوقت وإدارة كمان. فكانت الوقت اللي أنا كنت فيها كانت رئيسة المستشفى الإدارية كانت راهبة اسمها سير باكيت، أو يسموها The Mother Superior، مادر سوبيرير، مير سوبيرير، ودي كانت حزمة جامد يعني. وبعدين في كل قسم تقريبا تلاقي رهبة بتشتغل كمان زي ما ممرضة في نفس الوقت في الطوارئ والحاجات دي كلها. فكان في قصة تانية، فكان يندهولي معظمهم لما يحصل حاجة في الأجهزة الطبية عشان أحلها لهم. فكنت بتبسط إن أتعامل وياهم وحسن اللغة الفرنساوي، كان كلهم بيكلموا فرنساوي. فكان المستشفى تقريبا الكلام الأكثر فيها فرنساوي أكثر من إنجليزي، لكن طبعا بيعالجوا أي حد بإنجليزي أو فرنساوي. في الفترة دي كان شغلي في مستشفى أوتوا جنرال، مستشفى أوتوا العام، مهم في حياتي العملية جدا. الأربع سنين وشهرين اللي اشتغلتهم هناك كانوا يساووا أكتر من 10 دكتوراه، لأن كان حاجات عملية والحاجات اللي بقى درستها قبل كده بس بشتغل عليها، بيسموه بالإنجليزي hands on experience، يعني الأجهزة والحاجات دي كلها في إيدي كلها، والمستشفى كل حاجة من ناحية الأجهزة كان أنا مسؤول عنها. فكنت أعرفها من ناحية التصميم ومن ناحية الصيانة ومن ناحية الشغل ومن ناحية الشرح واللي ممكن يخسر فيها وازاي تتصلح بسرعة وازاي الموقف في نفسه يتصلح بسرعة، عشان قدامها بتبقى زي حالة طوارئ بيعالجوا حد أو بيعملوا له عملية وأجهزة خسرت مرة واحدة، فلازم أكون هناك عشان نحل المشكلة بسرعة. الناس كانوا بيسألوني ليه مش بتكلم كتير في الأجزاء دي على اليوتيوب عن دراستي بالتفصيل وعن شغلي بالتفصيل في مجال الهندسة الطبية أو الطب الهندسي. السبب هو أنه معظم اللي بيتابعوا أو بيتابعوا على اليوتيوب مش هيكون عندهم شغف أو اهتمام بمصطلحات علمية جامدة وفنية وممكن يزهقوا بسرعة. ثانيا بالنسبة لي أنا هيبقى كمان صعب شوية، إن معظم الحاجات دي كلها أو كلها أعرفها بالإنجليزي أو بالفرنساوي، وعشان أترجمها هحتاج قاميس وأحتاج أبص فين وأحاول أعرف بالظبط عشان ما أعملش فيها غلط ولا حاجة. لكن ثانيا على فيسبوك كنت عملت على فيسبوك ومازال موجود تفاصيل أكتر بالرسومات بكل حاجة عن الشغل وعن الدراسة. لكن أوعد في الأجزاء اللي قادمة إن شاء الله هيكون في تفاصيل أكتر عن الأبحاث اللي عملتها وعن المؤتمرات اللي حضرتها وعن المواضيع اللي اتكلمت فيها، وهضرب أمثلة بحالات كمان اشتغلت عليها ومعظمها نجح. فأرجع دلوقتي أقوم المستشفى أوتوا العام، كان في عدد مهول من الأجهزة طبعا في الأقسام كلها، مثلا الأجهزة بتاعت الكترو سيرجيكال ديفايسز اللي هي الأجهزة الجراحة بالكهرباء، أجهزة ديفيبريليترز اللي هي الأجهزة اللي بتعمل إنعاش للقلب لما بيقف ويحصل له حاجة، طبعا أجهزة رسم القلب كمان اسمها الكترو كارديوغراف
أو ECG أو أجهزة رسم المخ اسمها إلكترو إنسفالوغراف أو EEG أو أجهزة تانية اسمها هايبو هايبر فيرميا ماشينز، دي للناس اللي بيحصل لهم مشكلة إن درجة حرارة جسمهم بتهبط مرة واحدة أو بتعلى، فبحاول الأجهزة تنظم درجة حرارتهم وتنقذهم. أجهزة مهمة تانية اسمها أبنيا مونيتورز، دي بتحاول تحل أو تساعد المرضى اللي بيجي لهم مرض اسمه أبنيا لو توقف التنفس، يكونوا نايمين أو حتى مش نايمين والنفس بتاعهم بيقف لفترة، ولما لحقوش يتنفسوا بعد الفترة دي المخ بيحصل فيه تلف وبيموتوا ساعات. فأبنيا مونيتور دي مهمة جدا وعند ناس كتير ومعظمهم أطفال كمان. فأجهزة زي كده وغيرها كتير جدا كانت في المستشفى، فبتعلم عليها بدرسها كويس، كنت أشرحها للدكاترة والممرضات، لما تحصل مشكلة أحاول أحلها، أحاول أتعامل مع الشركات اللي إحنا في المستشفى كنا بنشتريهم منها وحاول أساعدهم أن نغير الأخطاء اللي موجودة في الأجهزة. فبدأ الناس يعرفوا على شغلي أكتر، وبدأت الحكومة الفيدرالية لما يجي لها شكوى من مشكلة حصلت في المستشفى بالأجهزة يعني على مريض، يبعتوا لي حد أو اتنين عشان أحاول أساعدهم أشرح لهم إيه اللي حصل وأحل وياهم المشكلة. وكمان كان في منظمة اسمها، ما زالت موجودة، اسمها Canadian Standards Association أو باختصار CSA، دي مقرها في تورونتو بس بتعمل شغل جامد لكل كندا. دي مش منظمة حكومية لكن محترمة ومعترف بها لكل الحكومة الفيدرالية وكل الحكومات الإقليمية في كندا كلها. دي بياخدوا كل نوع يعني واحد أو اثنين من أي نوع من الأجهزة اللي توصل كندا هتتباع، وبيفحصوها كويس وبعدين يحطوا عليها علامة إن هي inspected يعني شافوها ويصرحوا إنها سلمة يعني فيها سلمة إنها ممكن تستعمل. فالحكومة الفيدرالية والبروفينشيال كان بيعتمدوا عليهم. المدير بتاعها بالذات القسم بتاع الأجهزة الطبية في Canadian Standards Association اسمه ألف دولان، دكتور ألف دولان، شخصية طيبة وممتاز، كان يجي أوتوا كتير عشان يقابلني وعشان نحللهم أحل وياهم المشاكل اللي بيمروا بيها في التصميمات والديزاينز في الأجهزة الطبية، وده دي قصة هتكلم عليها بعد شوية. أرجع لنقطة حاجة تانية أكثر من حاجة حصلت يعني وأنا في المستشفى. الراهبات زي ما قلت قبل كده كان هم اللي متحكمين في المستشفى من ساعة 1845 زي ما قلت قبل كده، كانت أساسة المستشفى دي اسمها راهبة فرنسية من أصل فرنسي، هي مجموعة وياها كان اسمها إليزابيث بروير زي ما قلت، وبعدين طبعا ماتت من زمان 1845 كانت هي اللي نشأت وكانت كبيرة ساعتها. لكن في الوقت الحالي دلوقتي حسب معلوماتي الفاتيكان في إيطاليا بيحاولوا يعملوها زي قديسة لأن هي خدمت البشرية لفترة طويلة وكانت بتساعد بدون قبل، هي بدون مقابل العمال المساكين في أوتو أيامها اللي بيعملوا حفر القناة. والراهبات كانوا بيشتغلوا في المستشفى زي ما قلت زي ممرضات أو إداريات في الأقسام، فكان كل ما تحصل حاجة هم اللي بيقابلوني طبعا بيشرحوا لي إيه اللي حصل. فكان في واحدة فيهم راهبة صغيرة في قسم من الأقسام وكانت شكلها جميل وظريفة، كانت تحب دايما ساعة اللانش ساعة الغداء تقول لي نروح الكافيتيريا أكل وياك، نروح الكافيتيريا وتقعد تتكلم معايا في الحضارة والموسيقى والفن والحاجات دي كلها تقريبا كل يوم. فالراهبة الكبيرة مديرة المستشفى عرفت بكده وطلبت تكلمني. الراهبة الكبيرة دي كانت مشهورة بالعنف شوية وإنها يعني جد جامد وما تحبش أي ما بيسموه حاجات يعني غلط، وهنا ما كانش في حاجة غلط بس هي مش عاوزة أشوفها طبعا، والراهبات وهبوا نفسهم لربنا بالطريقة بتاعتهم
وأنا ما كانش عندي أي تفكير في أي حاجة تانية غير أن بقضي وقت كويس وياها يعني. فالراهبة الكبيرة اسمها سير باكات طلبتني وكانت عاملة وشها جامد يعني كده كأنها عاوزة تأنبني يعني. فقالت لي أنا سمعت إنك على الحكاية دي، قلت لها آه. كنت مستعد نفسيا يعني، ما بخافش من حاجة، مستعد إنها تقول لي ما مش عاوزك تشتغل هنا ولا حاجة، فما كنتش خايف لأنه بدأ لي اتصالات كتيرة وشغلي، وبدأت بعض الجرانين الكندية كمان تكتب عن حاجات كنت عن شغل بتاعي، فجرانين زي أوتو جورنال وأوتو سيتيزن والحاجات دي. فهي بتكلمني قلت لها هي كده صح، كانت سهرات يعني كلام مش سهرات، غدوات ظريفة وكل حاجة. فقلت لها أنا ممكن أنا ما أقدرش أسمع كلامك في النقطة دي، أنا الوقت بتاعي ساعة الغداء أقضيه مع أي حد أحب، فأنت قرري أنت عايزاه. قلت أوكي أنا هتكلم وياها. وبعدين ندهت لبيل لورد المدير الإداري، فأول ما دخل قال لها إيه وقت زعالي فكري ما نقدرش نستغنى عن الشغل بتاعه. قلت له لا أنا ما أقدرش أزعله، بس ممكن أزعلها هي، صعبت عليا. فبعدها بيوم جالي لقيت ورقة على المكتب بتاعي من الرهبة الصغيرة إن هي كانت بتحب تتكلم معايا والصداقة كانت معتزة بيها، لكن مضطرة بظروف معينة إنها لأنها تبع الراهبات دول هي نقلوها في المستشفى تانية جوا أونتاريو برضو. صعبت عليا وزعلت كتير في النقطة دي. وبعدين بعد كده حاجة تانية أفتكرها، كان معايا واحدة سورية في المستشفى، شابة سورية بتدرس طب، طبيبة بتدرس التخصص بتاعها في الطب الشرعي في يعني تشريح الجثث والحاجات دي، اسمها مها. ومها دي كانت شخصية طيبة وكان ساكنة في نفس العمارة اللي أنا ساكن فيها قدام المستشفى. قلت قبل كده نص سكان العمارة كان من المستشفى ونص التاني كان من وزارة الخارجية لأنه كانت قريبة من البيت. فمها كانت ما لهاش حد في كندا غير ممكن أصحاب سوريين شوية مش كتير، فكنا نتكلم كتير ونخرج نتمشى ساعات وساعات نروح أفلام نشوفها، أفلام أمريكية بتحبها هي. كانت هي كمان اللي جابت لي خبر وفاة أم كلثوم في نفس اليوم، فدي حاجة مش عاوز أنساها وما أقدرش أنساها. لكن كنت ساعتها عاوز أروح أزور أخويا فخري في الأردن. كنت كل ما أروح مصر زيارة عشان أزور بابا ماما أخواتي أختار بلد تانية وأزورها زي ما قلت الحكاية بكده عشان أشوف العالم كله. فالمرة دي أنا قلت أخلي يعني أروح للقاهرة وبعدين من القاهرة للأردن أزور فخري أخويا. فخري أخويا أكبر مني، كان طبيب شرعي وكان بيشتغل في الأردن ساعتها هو مراته وهي طبيبة كمان. فقلت عشان أزورهم هناك وأنا هناك، فقلت لمها كده قبل ما أسافر، فما قلت لي طب الأردن جنب سوريا، أنت ممكن في ساعتين ثلاثة تروح من عمان لدمشق فبتزور أهلي وأنا أكتب لهم جواب وهيستنوك. فقلت لها أوكي. فمن الأردن خدت تاكسي وكمان راكب معايا ناس تانيين بيعملوا كده، يركبوا تاكسيات مع بعض ويسافروا من مكان لمكان كل يوم. فروحت زرت دمشق وكان بيستناني أخت مها وأخوها صغير، ففسحوني فسحة كبيرة الحقيقة، نص يوم بس، كله نص يوم في دمشق، وشفت المعالم وسوق الحميدية والحتة دي كلها، وتعشيت وياهم قبل ما أرجع الأردن يعني في نفس اليوم. وبعدين باباها كان زعلان طبعا على بنته إنها بعيدة، فلما رجعت كندا ومها قالت لي أنت قابلت أهلي؟ قلت لها قابلتهم آه، وباباكي قاعد يعيط كتير. فزعلت جامد لما قلت لها كده، قلت لي ازاي يعيط لك يعني، ازاي يعيط لك، انا اكتب له أنبه يعني. قلت لها بيعيط عشان انت وحشتيه. قالت انت قصدك يبكي؟ قلت لها ايوه. فالظاهر في سوريا ما بيقولوش يعيط، كلمه يعيط في سوريا حسب ما فهمت منها معناها بيزعق، بيزعق وبيشخط يعني، فازاي هي زعلت انه بيشخط فيا وبيزعق لي. فدي كانت ظريفه، هي ما فهمت قعدت تضحك بعد كده. وكان حاجة تانية، كان كل ما نخلص شغل وكنا رايحين في حتة بعد المستشفى تقول لي فكري انطرني، فأنا أقول لها لا يمكن أنطر حد، أنا ما حدش فينا بينطرك لي أنا. انطرني بالمصري يعني يرمي حاجة، ينطر يرمي. لكن هي أظها وأقرب اللغة العربية طبعا انتظرني، بس بيقولوها انطرني. فدي اللغات حتى بين اللغة العربية كانت فيها حاجات ظريفة ساعات.
وبعدين بعد كده جه وقت الجنسية الكندية سنة 75 بعد وفاة أم كلثوم بفترة بسيطة، قدمت على الجنسية، كان تم 5 سنين على وجودي، كان أيامها لازم 5 سنين. عملت امتحان دخول الجنسية وقابلني القاضي، وبعدين القاضي قال لي، نجحت في الأسئلة كلها اللي سألها لي طبعا، وبعدين بص في الجواز المصري قبل ما يديني طبعا الجواز الكندي وشهادة الجنسية، وقال لي انت ليه بتستعمل دايما اسم فكري صالح؟ قلت له انا اسمي فكري صالح. ايه فكري صالح؟ قال لي لا، في الجواز السفر مكتوب فكري صالح عثمان، ليه مش بتستعمل عثمان؟ عثمان بالانجليزي بتنطق عثمان، عثمان يعني يبان كده كانه اسم انجليزي او اسم زي جولدمان وهيمان وحاجات دي كلها وسولومان والكلام ده كله، يبان بالنسبه لهم زي أو. فقال لي هو ده اسمك المفروض، اسم العيلة بتاعتك، فمن هنا وطالع لازم تغيره في كل الأوراق الرسمية ويبقى اسمك فكري صالح عثمان أو فكري عثمان. قلت له بس أنا زي ساعتها زلت شوية، قلت له بس أنا في مصر كان دايما اسمي فكري صالح، ومن ساعة ما دخلت هنا بكتب فكري صالح، وأم كلثوم كانت تعرفني باسم فكري صالح، نطقت اسم أم كلثوم قدامه يعني، ومصوره اياها وكتباني على ظهر الصوره اسم فكري صالح. قال لي ام كلثوم وشه فرح جامد، وبعدين قال لي كل ده بالانجليزي طبعا، وبعدين قال لي ده انا من اصل لبناني، كان هو كبير في السن يعني جدودي من لبنان، لكن ام كلثوم عندنا دي حاجه كانها من السماء. فوريني الصوره، وريت الصوره كانت في جيبي دايما شيلها، مكتوب على ظهرها الاهداء، صوره صغيره، فرح جدا بيها، فدي حاجه افتكرتها ما نسيتهاش يعني.